ويا ضيفتنا المميزه بالاستوديو نرحب فيها مايا الهواري مديره مدرسه دبي كرم. يا اهلا ومرحبا بك ويانا في مساء الامارات. نورتي يا ان شاء الله نوركم. الله يسعدك بخير يا استاذه. سؤال الأهل دائما يعني في فترة الأعياد وعودة الأطفال خصوصا بعد الإجازة كيف يبدون ينظمون أوقات عيالهم خصوصا في هاي المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا استضافتكم الكريمة. الله يسلمك. وكل عام وانتم بخير. وانت بخير إن شاء الله. السنة يعني تكون فيها فرح وعطاء. آمين. وانت إيجابية وتفاعل للجميع. آمين. طبعا احنا يعني ايش اقول لك، يعني الانسان الحين انا خبرتي في القطاع الخاص في المدارس الخاصه تقريبا فوق العشرين سنه ما شاء الله عليك. فنحن هي والله فنحن دائما نتفاعل مع الاهل مع الطلبه مع الأساتذة. الثلاث فرق هذيلا لازم كلهم تتكيفينهم وانتي تقولين انتي اللي جاهزة وتشجعينهم كقائد كمدير. أما للأهالي والأطفال سبحان الله العادات تتكون ما بين 21 يوم إلى 40 يوم. من 10 قوما 40 يوما صار منهم صح. وفي بحث من هارفرد يقول لي 66 يوم. في بحث ثاني طلع في 2020 90 يوم. زين. يعني إجازة الصيف. زين. تمام؟ تمام. إجازة الصيف يقول لك إذا طفل تم فيها يخسر شهرين ونص. الإحصائيات تقول شهرين ونص من الإجازة للطفل من الدراسة تساوي سنة كاملة من ضياع القراءة والرياضيات. تخيلي. يعني نسبة كبيرة. صح. جدا. شهرين. جدا لأنه وكأنك أنت جالس تحط حد في البيت وكأنك تمسح غسيل مخ. الإجازة. يتعود. ليش أنت ما توج قلتي أنت ما تحبين إجازات اللي هي بالعيد وشي اللي ثلاثة أيام. ما فيني طاقة أن يعني أستقبل هاي الدراسة بطاقة أن أنا أخذت بريك يعني فيها. لأنك بعدش على نفس وتيرة الدراسة والأهل ثلاث أسابيع 21 يوم على نفس بعدهم ها. بدوا يرتاحون ويبون يكملون الإجازة أبتي المدرسة. لأن في بعض الأمهات إذا تتفق يا ثامر حتى نعم. الأمهات يقولوا أوه برد للمدارس وبرد ما أدري شو. فحتى هم يعني أحس يتذمرون اليوم من هالفترة. كنت أتكلم واحدة من أولياء الأمور سألتها هالسؤال قلت لها زين أنتي الصبح كيف تقومينهم أول يوم مدرسة يكون يوم الاثنين. قالت لي والله تصدقين أنا ما أنيمهم ما أرق اخليهم يرقدون براحتهم صغارها. زين. شي هي تقولي وجهه نظرها تقولي انا اخليهم يرقدون براحتهم ويقومون مبكر اليوم اللي بيقومون فيه مبكر في الليل بيرقدون مبكر. فعلى طول الساعه البيولوجيه للجسم تتعدل بروحها. صحيح. هذا وجهه نظر. الطريقه الاصح انك انت تبدئين تهيئين للطفل التهيئة النفسية وحتى المراهقين تهيئة النفسية من قبلها بثلاثة أيام. صحيح. حد يقول لك لا أنت حين لا تذكرنا في المدرسة أبوي أمي خلينا مستانسين. لا يا أبي شوي شوي نحاول نقلل من ساعات السهر نحاول نقلل من التجمعات مع الربع. نحاول نرجع إلى روتيننا الأصلي اللي خلال الأسبوع إحنا أصلا عندنا مدارس نرجع من مدارس عندنا دراسة إذا حد عنده نادي دي رياضة كذا يردون يتعشون يرقدون. جميل. ترى على فكرة في الروتين في تنظيم. صحيح. لأن نحن كان كبشر مع أن الإنسان يحب أنه يتحكم أيضا يحب أن حد يحطه في برنامج الجدول. صحيح. مثل البرنامج الرياضي الصحي. صح. أكيد. صح. صح. لأنه يجيب نتائج. فعلا. الروتين يجيب نتائج. صح. بالضبط. فالأهل طبيعي أنهم ما يبون روتين. بس في نفس الوقت الأمهات العاملات إحنا عندنا أولياء أمور يتنازلون عيالهم يطلعون دوام. صح. تغمضها إغماء يعني أول أسبوع ارتاحوا العيال من الامتحانات والإجازة أوكي. زي باقي الأسبوعين شو بيسوون وهي سايرة الدوام ترجع تحصلهم راقدين. يعني مو بحالة. صح. صح. فالأزمة هذه تنحل في منهم وايد دخلوهم ترى نوادي شتوية. بالضبط. معسكرات شتوية هذه فادتهم. هذه خصوصا استاذة مايا إذا تتفقين وياي من بعد جائحة الكورونا ويلسة البيت خلاص في بعض أولياء الأمور ملوا من تعبوا أن عيالهم كلها ياسين في البيت فيبون أن يودونهم المدارس وفعلا يغيرون يكسرون الروتين. طبعا على موضوع كسر الروتين يا عبير يعني نحن نلاحظ أن
خلال الفترة هذه يكون كسر الروتين صعب جدا. هل هذا الموضوع يعني ممكن يواجه مشكلة في العائلة، ولا الأب والأم يواجهون فيه مشكلة عشان يكسرون العادة هاي، ولا يكسرون الروتين اللي تعودوا عليه العيال؟ ونلاحظ بعد على موضوع، انت قلتي موضوع المخيمات انت والاستاذه، نلاحظ ان عندنا مخيمات صيفيه ومخيمات شتويه، هاي من الممكن تساعد انك تحافظ على الروتين ولو بشكل بسيط. طبعا. فهل كسر الروتين صعب؟ كسر الروتين من دائما ان كان من التسالي والفرح، ومن المدرسه مش فرح، بس الطلبه ما يحبون يجلسون في مكانهم، ليش استانسوا في كورونا؟ احنا كله في البيت وكله مرتاحين. نعم. فانك انت تردهم للمدارس وجلسة هذه اكيد فيها صعوبه. صحيح. لكن الانسان بطبيعته يتكيف. نعم. فما بالك الطفل، ياخذ له وقت. على فكره اول اسبوع نعسانين معظم الطلبه، رقود في البدايه، صح، ما في نشاط، يبالهم فتره يتعودون، يبالهم فتره يدشون في المود. طبعا الهيئه التدريسيه فاهمين هذا الشيء، فتحت طريقة الدروس الجواب للروتين عشان ما تجي مرة واحدة أنت داش على من إجازة إلى منهج وكذا. صح. ناخذ الموضوع حبة عليهم. نعم بالضبط، بالتدريج إلى ما في آخر الأسبوع تبدأ. في شيء ثاني نحن سويناه في المدرسة بصراحة، ما نخلي الولي الأمر أيضا تحس يا أخي أعطونا شيء خليهم يشتغلون في البيت، ترى هم شيء يبون أنشطة، يعني يبون مو بس أنشطة، يبون مثلا بروجكتات زيادة، واجبات زيادة، بحوث تعطونهم عليهم مثلا أنشطة يدخلها في علامة السلوك. فإحنا نحاول كسر الروتين. صحيح. إن أنت شوي شوي الطالب من طرف المدرسة نخفف عليهم تدريجيا وبعدين ينطلقون. أكيد. سبحان الله الطفل ترى يتكيف أسرع منا نحن. صحيح، لأن هو كطفل يستقبل. يستقبل. صحيح. يستقبل. لا وتحس إن يمكن الياهال إذا تتفقين وياي يا أستاذة. يستانسون. اللي من عمر 5 أو كيجي 1 كيجي 2 صف أول يبغى يصير مدرسة، ما يبغى يتم، حتى ما يبغى يرد البيت. صحيح. لكن يمكن فترة المراهقة هي اللي شوية تكون صعبة. حسب الوناسة في المدرسة. صح. بعد في بعض المدارس والله فيها وناسة، ممكن المدرسين يكونوا في عندهم أنشطة في الصف. صح. أشياء يسوونها في المدرسة هاي بعد تجذب الطالب إنه يرجع المدرسة. فعلا. صحيح. بالضبط. أكيد تعطينا بعض التركات اللي يسوونها. بالنسبة للتدرج، هل أنتم قلتي موضوع تدرج لكم في موضوع المناهج؟ في المناهج هل يكون في بعد أشياء مرافقة للتدرج في المناهج غير المناهج؟ يعني شوف الجو الحين يعني يجبر نفسه الحين، حتى نوعية الأنشطة الرياضية الصفية قامت خارجية. فالحين الطالب ترى الحين ما مدانا نخلص الامتحانات، كان الجو ها بدوها يطلعون. الحين لما نرجع الأنشطة كلها تستوي خارجية. صحيح. وطبعاً أنتوا تعرفون الهواء الطلق، الأكسجين، الركض، الرياضة. صح. الأنشطة مع الأطفال، التعاون ما بينهم ما بين بعض، يشتاقون لبعض الطلبة، يشتاقون. صحيح. حق مدرسينهم ومدرساتهم. هذا كله ناخذ في الحسبان. ترى شوفوا الحالة النفسية وحالة الطفل وحتى المراهق لين صف، إحنا لين صف 13 منهج بريطاني، كل ما كبروا في السن كل ما يا نعسان وتعبان وما متفيج وما يبى. فإحنا نعم أيضا يعني نسوي لهم أنشطة خاصة بهم، محاضرات، هم يحضرون، هم يكونوا هم اللي يقودون الأنشطة للصغار. صح. فنحاول أن يكون في تعاون ما بينهم. فعلا. وهذه كلها تستوي في فصل الشتاء. فعلا. جميل. فعلا أستاذة مايا، شو الأكثر القصص والمشاكل اللي يعني توصلش خصوصا مع اقتراب العودة للمدارس؟ اقتراب العودة للمدارس شيء يضحك احيانا، يجينا موضوع الشعر. الشعر والأظافر. والأظافر للبنات، وتعرفين اللي هو تخيل يعني خلينا نقول مشاكل المراهقين اكثر، المراهقين واكثرها يعني خلينا نقول سلوكيه ما شاء الله عليهم. هم يعني انا اتذكر انا ولدي مثلا في كورونا داود الله يحفظه، الله يحفظه، خلى شعره شي استوى بس يبك الشتاء تطلع، بس يوم صار الجامعه قبل الكليه وداوموا في كورونا سنه كامله على الاونلاين. صحيح. هني ها بدا يخفف بعد ما انطلقوا وفتحوا خلاص صاروا قص. صح.
فاحنا يعني نراعي هالشيء. وفي اهالي يقول لا دخيلك خليهم شوي 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 عليهم شوي شوي لا لا تشدون عليهم. انا اشوف حل حق مشاكل الشعر حلاق في المدرسه حلق وقصه لا ما تضبطين انت معاه. ان الاهالي ما يحبون الاهالي نفسهم يقول لك الله يخليك انت ما تعرفهم انا يلا يلا زين قصينا له هذه اللي قدام تعرفين كيف. فهذه ترى من الشائع الاشياء الشائعه المضحكه. الشيء الثاني مثلا اللي هو الواجبات يا ابني انت ليش ما سويت الواجب والله كنا اجازه راس السنه ما ادري كيف كنت تعبان نسيت الدفتر هي والمشكله الثالثه ما شاء الله عليك تو قلتيها الكتب يا حبيبي وين الكتاب صحيح لا انتوا على اساس بتعطونا كتب جديد لا يبك ما في كتب جديد هم هذيل نفس الكتب ما هذا ما ذكرتينا ايام قبل ذكرت ذكريات القصص المضحكه اللي تستوي طبعا اكيد طبعا هو منهج وزاره التربيه والتعليم كل فصل دراسي لهم كتب جديدة فهم العيال ترى شاطرين يعرفون بس يتحرون أن بعد الإنجليش بعد والمواد الثانية نفس الحالة فيتحججون. جميل أنا بسأل عبير قبل تسأل شيء شو بعد ما سويتي حركة اللي أنا كتبت الواجب بس نسيت الدفتر ما تشوفني أنا قلت نسيت الدفتر لا الحين المشكلة شو الحين ما شاء الله بعد ترى بعد الكورونا وكثير من مناهجنا تحولت حتى مع الكتب تحولت أونلاين فعندك الامتحانات أونلاين عندك الواجبات أونلاين فهني المشكلة هني أنك أنت تسلم الواجب وثاني يوم أنت جاي المدرسة أول يوم دوام المفروض مسلم البروجكت مسوي سبميت وين السبميت ما تقدرين تقولين أنا نسيت ما في نسيت الدفتر ما في نسيت راحت عليهم هم ما راحت عليهم الانترنت مفصول في البيت خلي أبوك يدفع الفاتورة هاي حاجة جديدة يلا شو النصيحة الأخيرة اللي حابة وجهينها احب اقول حق الاهالي هلا هلا بعيالكم وما علي صبروا عليهم وترى الجو الحين جميل بيستانسون في المدرسه الانشطه بتكون مختلفه احنا وياكم ان شاء الله متحدين متوافقين ترى الثقه ما بين ولي الامر والمدرسة فعلاً. هذا أهم شيء فدائماً جددوا العهد مع المدرسة تأكدوا أن المدارس في أي مدرسة أنت حاط ولدك فيه أو بنتك تأكد أن هم يبون الأفضل لهم فعلاً فعلاً فيعني خلي الصدر يكون بحبوح من ولي الأمر ومن المدرسة أكيد, أكيد طبعاً فعلاً. وما ننسى نسوي سبمت لازم سبمت ماشي ناسي الدفتر ماشي خلاص الحين ندور لنا حاجة جديدة بعلمك بعدين يعطيك العافية أستاذة ما على هالمعلومات الجميلة صراحة سعيدين وتواجدت معنا وأنا أسعد الله يخليكم طبعا مايا الهواري مديرة مدرسة دبي كرم شكرا جزيلا لك على هذه النصائح الجميلة حياتي. الله يعطيك العافية.